معي عبر الهواء مباشرة السيدة أماني رشيد الخبيرة الاقتصادية من جمهورية مصر العربية. مرحبا بك سيدة أماني، محللة أسواق مالية في مجموعة إكويتي. إذا أبدأ معك من المخاوف من التضخم والركود التي تدفع بالاحتياط الفيدرالي لرفع الفائدة 75 نقطة أساس في أواخر تموز، في وقت رفعت فيه 55 بنكا سعر الفائدة. هل تعتقدي أن البنك الأوروبي سيحذو حذو الفيدرالي أيضا؟ مساء الخير. نحن نرتقب الآن قرار البنك المركزي الأوروبي. أغلب التوقعات تدعم رفع أو بدء البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام 2011، ولكن بوجه عام يعني هناك ايضا توقعات تدعم الرفع بحوالي 50 نقطه اساس وليس 25 نقطه اساس، مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسيه جديده منذ نشاه منطقه اليورو. ولكن بالرغم من توقعات رفع الفائده الا ان الاسواق يعني قد تكتفي ب 25 نقطه اساس فقط، لان الاوضاع الحاليه لا تزال يعني هناك العديد من الضغوطات التي تواجه منطقه اليورو، سواء بالتوترات الجيوسياسيه ما بين روسيا واوكرانيا، او سواء ما بين يعني استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي، مخاوف من نقص الامدادات الطاقه في روسيا، وبالتالي هذا الامر يعني قد يضغط نوعا ما على تداولات اليورو الفتره المقبله. طيب يعني اذا هل اصبح دخول الاقتصاد الامريكي في مرحله ركود امرا حتميا، ام ما المطلوب ايضا من بايدن للخروج من هذا المأزق، مأزق التضخم؟ يعني بالرغم من محاولات البنك الفيدرالي الامريكي لرفع الفائده في السيطره على معدلات التضخم، الا انه حتى وقتنا هذا يبدو ان الفيدرالي الامريكي يفشل في السيطره نوعا ما على معدلات التضخم بالرغم من رفع الفائده ثلاث مرات متتاليه. الان نحن ننتظر يعني قرار جديد لرفع الفائده الامريكيه الاسبوع المقبل. اغلب التوقعات تدعم رفع الفائده على الاقل ب 75 نقطه اساس، وان كان هناك توقعات تدعم رفع الفائده الامريكيه ب 100 نقطه اساس، الا ان هذا الامر يعني نوعا ما يراه البعض قد يكلف الاسواق العالميه المزيد من الضغوطات والمخاوف الركود الاقتصادي التي قد يعني تزداد الفتره المؤخره اذا لجأ الفيدرالي لهذا الامر. وبالرغم من اشارات بايدن المستمره الى دعمه للفيدرالي الامريكي رفع الفائده في محاوله للسيطره على التضخم، الا انه حتى الان لا تزال معدلات التضخم يعني مستقره او تستقر بالقرب من اعلى مستويات منذ ثمانينات القرن الماضي، وبالتالي يعني قد يتسبب هذا في يعني على الرغم من رفع الفائده اكثر من مره توقعات لرفع الفائده ب 75 نقطه اساس، الا ان هذا الامر قد يستمر لفتره من الوقت. وبالطبع يعني الاستمرار في رفع الفائده بوتيره سريعه وبوتيره قويه قد يتسبب في الضغط على يعني الاقتصاد الامريكي، اكبر اقتصاد عالمي. وفي نفس الوقت هناك توقعات ايضا ان هذا الامر قد يكلف الاسواق العالميه وقد يتسبب في يعني استمرار مخاوف الركود الاقتصادي الفتره المقبله، ولكنه قد لا يكون هناك مفر امام الفيدرالي الامريكي للسيطره على ارتفاع الاسعار غير بارتفاع او برفع الفائده بوتيره قويه، وان كان قد يتسبب هذا في يعني تصاعد مخاوف الركود الفتره المقبله. طيب يعني تشير تقارير معينة لمختصين في مجال الاقتصاد إلى أن هذه الوتيرة سوف تدفع بالولايات المتحدة إلى الوصول لنقطة طبع العملة الأمريكية. أنت برأيك على هذه الوتيرة هل ستصل الولايات المتحدة إلى هذه النقطة من طبع العملة، عملة الدولار؟ يعني هذا الامر بالرغم من كما اشرت من مخاوف الركود الاقتصادي والمخاوف يعني انزلاق الاقتصاد العالمي الى الركود طبعا بسبب سياسات الفيدرالي الامريكي والذي يتتبعه ايضا سياسات البنوك المركزيه. الان اغلب البنوك المركزيه على الصعيد العالمي يعني اكثر من 50 بنكا مركزيا يتجه لرفع الفائده، هذا الامر طبعا يضغط على الاقتصاد العالمي في الوقت الذي يحاول فيه التعافي من الاثار الجانبيه لتفشي فيروس كورونا او لتفشي يعني التداعيات السلبيه الناجمه عن
تفشي فيروس كورونا من يعني الاقتصاد العالمي، وبالتالي هذا الامر قد يكلف طبعا الاقتصاد العالمي الفتره القليله، لانه حتى الان لم تعد او لم يعد الاقتصاد العالمي مستويات ما قبل تفشي فيروس كورونا، وبالتالي فيعني هذا الامر قد يتسبب في تصاعد مخاوف الركود الفتره المقبله، وان كان هذا يعني لن يكون امام مفر غير البنوك المركزيه الاخرى من تصاعد هذا الامر، حتى وجدنا ان يعني التصنيف الائتماني لعديد من الدول العالميه بدات تنخفض في الفتره المقبله، وبالاخص في الدول الناميه او الدول الناشئه. طيب يعني كان معي يوم امس سيد عبد السميع الدكتور عبد السميع البهبهاني الخبير النفطي، اشار الى ان هذه الازمات ازمات يعني اقرب الى ان تكون مفتعله، وان اكبر المتضررين هي القارة الأوروبية والولايات المتحدة. نعم قد تتضرر، لكنها يعني رابحة بالتالي إذا ما تم يعني القياس بشكل عام على مؤشرات الاقتصاد الأمريكي. ما رأيك أنت حول هذا الحديث؟ وهل بالفعل هذه الأزمة هي أزمة سياسية اقتصادية مفتعلة لها غايات معينة؟ يعني بالطبع بالرغم من يعني الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاعات التضخم ومشكلة روسيا وأوكرانيا والتسبب في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، ولكن كما أشرت أنا أعتبر أن منطقة اليورو من أكثر المناطق التي تضررت من هذا الأمر، حتى وجدنا أنه بالرغم من معاناة الاقتصاد الأمريكي أو معاناة الولايات المتحدة من الارتفاع في الأسعار، ولكن على الأقل المؤشرات والبيانات الاقتصادية لا تزال نوعا ما داعمة لمضي الفدرالي الأمريكي في وتيرة التجديد النقدي. على الجانب الآخر انهيار قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا مؤشر على يعني انهيار الاقتصاد الاوروبي او تضرر الاقتصاد الاوروبي بقوه من تداعيات الحرب ما بين روسيا واوكرانيا، حتى وجدنا ان البيانات الاقتصاديه في منطقه اليورو لم تدعم رفع الفائده الاوروبيه، بالرغم من يعني لن يكون هناك مفر امام البنك المركزي الاوروبي في رفع الفائده، ولكن هذا قد يضر بالاقتصاد ايضا بسبب الحرب ما بين روسيا واوكرانيا. الان منطقه اليورو تعاني من أزمة في نقص الإمدادات الطاقة وتدور قوي في الاقتصاد الأوروبي، وهذا الأمر يتسبب في تراجع قيمة أو انهيار قيمة اليورو مقابل الدولار، حتى أنه وجدناه يعني عند مستويات التعادل مقابل الدولار الأمريكي، وبرغم من محاولات اليورو في التماسك ورفع الفائدة الأوروبية، ولكن في نهاية المطاف يعني التباين الواضح في السياسات النقدية ما بين البنك المركزي الأوروبي الذي يبدأ في وتيرة التجديد النقدي مقارنة بالولايات المتحدة الذي يسرع يعني وتيرة التجديد النقدي بوتيرة قوية، وهناك توقعات بأن يصل الفايدة الأمريكية ل 3-3.25% بحلول نهاية العام الجاري، طبعا يضغط على يعني اداء اليورو مقابل الدولار الامريكي، فحتى لو وجدنا ان الاقتصاد الامريكي طبعا متضرر بسبب الوضع الاقتصادي ما يحدث في العالم من توترات جيوسياسيه ومخاوف ركود، الا ان الدولار الامريكي لا يزال يعني من اكثر العملات اداء او من احسن العملات اداء خلال الفتره الماضيه مقابل اغلب العملات الرئيسيه، بل متوقع ان تستمر تلك الارتفاعات الفتره المقبله. طيب سيدة أماني، إذا عرفنا من هو يعني أكبر المتضررين في هذا الصراع، صراع الكبار الاقتصادي وأيضا الجيوسياسي، برأيك من أكبر المستفيدين من هذا الصراع؟ يعني حتى الآن كما أشرت أنه بالرغم من تضرر العديد من الاقتصادات في العالم من يعني ازمه التوترات الجيوسياسيه ما بين روسيا واوكرانيا وارتفاع اسعار الطاقه وبالاخص اوروبا وطبعا الدول الناشئه او الدول الناميه، الا ان هناك طبعا يعني ممكن يعني يكون من اكثر المستفيدين هي روسيا، وهي طبعا بالرغم من التحديات التي تواجهها ومخاوف يعني فرض عقوبات على روسيا، ولكن وجدنا ان الروبل الروسي ينجح في التماسك مقابل الدولار الامريكي في الوقت الذي يعني البنك المركزي الروسي لم يتبنى سياسه رفع الفائده بوتيرة قوية مثلما حدث في أغلب دول العالم، ويعني يواصل التحديات القوية مقابل الفدرالي الأمريكي الذي يواصل تجديد السياسة النقدية، ولكن طبعا يعني حتى الآن ينجح الروبل الروسي في التماسك مقابل الدولار الأمريكي. طبعا على الجانب الآخر يعني كما أشرت أن الدولار الأمريكي يواصل ارتفاعاته القوية مقابل أغلب العملات، لأن مخاوف الركود تتسبب في زيادة الطلب على الدولار الأمريكي باعتباره يعني وتيرة أو عملة
حكومه ملاذ امن طبعا في المقام الاول، ووتيره التجديد النقدي القويه التي يتبناها الفيدرالي الامريكي، على عكس طبعا الدول الاوروبيه والدول الناشئه التي تعاني من هذا الامر، والتي قد تستمر تلك المعاناه على الاقل حتى نهايه العام الجاري. طيب، انعكاس ذلك على الاسواق العربيه وايضا ارتفاع الفائده الجديد خصوصا الاسواق الناشئه منها. طبعا يعني لم تجد الدول الناشئه مفرا، او اغلب الدول الناشئه طبعا باستثناء تركيا، لم تجد تلك الدول مفرا امام استمرار ارتفاع الدولار الامريكي غير، او استمرار وتيره التجديد النقدي في الولايات المتحده غير ايضا انها تبدا ترفع الفائده، حتى لو كان لهذا الامر تداعيات سلبيه طبعا على الاقتصاد، لان اصلا يعني رفع الفائده الامريكيه بتلك الوتيره تتسبب في زياده تكاليف الاقتراض، وبالتالي توقف المشاريع الكبرى، الامر الذي قد يضغط على معدلات النمو في تلك الدول، وبالطبع ارتفاع معدلات البطاله، ايضا رفع الفائده بهذا الامر في الولايات المتحده يتسبب في هروب اموال المستثمرين الاجانب خارج البلاد، وبالطبع زياده مديونيه الدول، حتى وجدنا ان هناك يعني بالنسبه لازمه الديون يعني تتجه اغلب الدول الناشئه والدول الناميه لازمه ديون جديده، يعني مثلا يعني تتجه الان مصر لتراجع الاحتياطي النقدي او الاحتياطي الاجنبي، حتى ان وكاله مودس تحذر ان هذا الامر قد يتسبب في خفض التصنيف الائتماني لمصر، وليس مصر فقط ولكن اغلب الدول الناشئه تعاني من هذا الامر بالطبع، وقد تستمر تلك المعاناه لفتره من الوقت. ماذا عن الديون السياديه للدول الناشئه؟ كيف ستتمكن من سدادها؟ يعني طبعا أزمة الديون دي تعتبر من أكبر المشاكل الآن التي تواجه الاقتصاد العالمي، طبعا يعني هناك يعني ما يتخطى ال 20 دولة التي تعاني من أزمة ديون، ووصلت أزمة الديون لمستويات قياسية في العديد من الدول سواء نيجيريا، كينيا، حتى مصر، أنجولا، يعني هناك العديد من الدول خاصة في القارة الأفريقية وفي الدول الناشئة من أزمة الديون، وبالطبع رفع الفائدة وتأكيد الفيدرالي الأمريكي أو يعني تأهب الأسواق لرفع جديد بحوالي 75 نقطة أساس، وأيضا إشارة بعض التوقعات أن هناك رفع ل 100 نقطة أساس مرة واحدة في اجتماع الأسبوع المقبل، قد يتسبب في استمرار أزمة الديون الفترة المقبلة واستمرار الضغوطات على تلك الدول، حتى أن هناك يعني بعض التوقعات أنه بحلول نهاية العام قد يكون يعني أو قد يواجه العالم أزمة ديون لن يواجهها يعني منذ فترة طويلة. لنتحدث عن ملف الطاقة، يعني أسعار النفط لابد أن تؤثر على كل السلع والعملات، ومع أزمة الطاقة في أوروبا تؤثر على اليورو أيضا بشكل هبوطي وبالكاد عاود الارتفاع. ماذا يعني ما هو تأثير النفط وحركة النفط على منطقة اليورو، وأين مكامن التأثير؟ يعني الان اسعار النفط تواجه العديد من الضغوطات التي تتسبب في تراجع اسعارها، الان اسعار النفط يعني العالميه تستقر من جديده بالقرب من مستويات ما قبل او التي وصلت لها ما قبل بدايه التوترات الجيوسياسيه وبدايه الحرب ما بين روسيا واوكرانيا، طبعا بسبب عوده الانتاج في ليبيا بكامل الطاقه، وفي ذات الوقت مخاوف الركود الاقتصادي الذي اصبح يلوح في الافق، وبالتالي مخاوف تراجع الطلب العالمي، فهناك يعني زياده في المعروض وتراجع في الطلب، وبالرغم من الضغوطات التي يعني تضغط على او تواجه روسيا حيال فرض عقوبات ونقص الامدادات، ولكن الان المشكله الحقيقيه وهي مخاوف الركود الاقتصادي كانت هي السبب الرئيسي في تراجع اسعار النفط. ازمه نقص الامدادات في اوروبا بالنسبه لموارد الطاقه ايضا تضغط على الاقتصاد الاوروبي، وكانت احد يعني اهم العوامل التي تسببت في تراجع اليورو في الفترة الماضية لمستويات التعادل مقابل الدولار الأمريكي، وبالتالي حتى يعني لو بدأ أو لم نصل إلى عقوبات أو بدأ هناك يعني نقص في الإمدادات، ولكن تبقى المشكلة الحقيقية بالنسبة للنفط الآن هي مخاوف الركود الاقتصادي الذي أصبح وشيكا أن يحدث فعلا في العالم الفترة المقبلة وقبل حلول نهاية العام، إذا استمر الفيدرالي الأمريكي واستمرت البنوك المركزية في رفع الفائدة في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار. طيب، نتحدث قليلا عن زيارة بايدن إلى المنطقة. الكثير يتحدث عن أن الزيارة هذه جاءت لهدف زيادة إنتاج أوبك والمملكة العربية السعودية للنفط، برأيك تأثير ذلك على الأسواق العربية؟
يعني برغم من محاولات بايدن المستمره في دفع منظمه اوبك لزياده مستويات الانتاج في محاوله لخفض قيمه اسعار النفط العالميه، ولكن كما اشرت ان المشكله الحقيقيه الان والمتخوفه او التي يعني تتسبب في استمرار اوبك على تلك الوتيره هي مخاوف الركود الاقتصادي ومخاوف تراجع الطلب العالمي. حاليا اغلب المؤسسات العالميه تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط الفتره المقبله، وبالتالي سيكون لهذا الامر اذا بدات فعلا اوبك ب يعني زياده الانتاج وضخ موارد اكثر في السوق، قد يتسبب هذا في استمرار تراجع اسعار النفط العالميه، وقد طبعا ستكون من اكبر الدول المتضرره من هذا الامر طبعا الدول المنتجه للنفط والدول العربيه التي تعتمد على يعني النفط في المقام الاول، وبالتالي قد يكون هذا الامر يعني صعبا نوعا ما، خاصه وانا كما اشرت ان هناك توقعات او اصبحت توقعات يعني تراجع الطلب او انخفاض الطلب العالمي الفتره المقبله يعني وشيكا بسبب سياسات الفيدرالي وبسبب سياسات العالم نحو تشديد النقد ونحو رفع الفائده، وبالتالي يعني هذا الامر قد يكون نوعا ما يعني مستبعد، او حتى لو بدات اوبك في زياده الانتاج قد يكون بوتيره بسيطه يعني حتى على الاقل تستقر الاوضاع العالميه. الان الى الذهب، مع أن الذهب يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الذي لا يدر عائدا، ما هو مستقبل الذهب؟ طبعا بالنسبه للذهب برغم من يعني استمرار المخاوف المتعلقه بارتفاع الاسعار والتضخم وزياده الطلب على الذهب كاداه للتحول ضد التضخم، الا ان الذهب الان يواجه ضغوطات بيعيه قويه جدا حتى انه استقر دون مستويات ال 1700 دولار للأونصة، وهذا يرجع بشكل رئيسي الى الارتفاعات القويه التي يشهدها الدولار الامريكي. طبعا نحن الان يعني نواجه رفع للفائده الامريكيه بوتيره قويه لم نراه منذ عام 1994، وهناك ايضا توقعات وان تكن كثيره ان الفيدرالي الامريكي قد يلجا لرفع الفائده ب 100 نقطه اساس في الاجتماع المقبل، وبالتالي تلك التوقعات في حد ذاتها تضغط على الذهب وتدعم يعني ارتفاع الدولار الامريكي والضغط على السلع ذات او بدون السلع بدون عائد او بدون مخاطره، وبالتالي هذا الامر تسبب في تراجع اسعار الذهب العالميه. وبالرغم من يعني استمرار المخاوف المتعلقه بالركود الاقتصادي ويعني التوترات الجيوسياسيه والتحول ضد التضخم، ولكن الان المحرك الرئيسي للاسواق العالميه سيكون في مدى استمرار الفيدرالي الامريكي في رفع الفائده بتلك الوتيره الفتره المقبله. هناك توقعات ان يواصل الفيدرالي رفع الفائده بتلك الوتيره على الاقل حتى نهايه العام الحالي، وبالتالي سيكون هذا يعني ضاغط اكثر على اسعار الذهب الفتره المقبله. الأمر الوحيد الذي قد يدعم عودة الذهب للارتفاع من جديد هو أن يكون هناك مشكلات يعني أو تطور لمشكلات الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا أو وجود تطورات سلبية على الأسواق العالمية، ولكن حتى هذا الأمر ارتفاع الدولار الأمريكي قد يواصل أو قد يتسبب في زيادة الضغوطات على الذهب الفترة المقبلة. إذن يعني الذهب يستفيد من المشاكل الجيوسياسية والاقتصادية التي تضرب العالم. أكيد يعني فكرة أن ارتفاع أسعار الذهب لمستويات ال 2000 دولار للأونصة بعد التوترات أو بعد بدء الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، يعني زيادة الطلب على الملاذات الأمينة مع وجود أو استمرار التوترات الجيوسياسية، ومن ناحية أخرى ارتفاعات التضخم، ولكن يعني حتى الآن أو في الوقت الأخير ومع ارتفاع الدولار الأمريكي بقوة وسياسات الفيدرالي الأمريكي القوية، وليست بس أيضا سياسات الفيدرالي ولكن أغلب سياسات البنوك المركزية الآن تصب لصالح رفع الفائدة بوتيرة قوية، وبالتالي قد يتراجع الطلب على الذهب الفترة المقبلة، خاصة لأن استقر أسفل مستويات ال 1700 دولار للأونصة خلال الأيام المقبلة. طيب سيدة أماني دعيني أسأل هذه أو هذا السؤال البديهي، في حال يعني حدوث مشكلة جيوسياسية أو اقتصادية، من أول المتأثرين في الاقتصادات العالمية؟ العملات أم يعني أسعار النفط الذهب؟ هذه الدائرة كيف تعمل في حال يعني أصيب العالم بأزمة سياسية أو جيوسياسية أو حتى اقتصادية؟ يعني طبعا مثل ما حدث في فبراير الماضي مع
بداية الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، وجدنا أن التوترات الجيوسياسية تسببت في زيادة الطلب على الملاذات الأمنة. طبعا عندما نتحدث عن الملاذات الأمنة فيأتي إلى ذهننا طبعا الذهب في المقام الأول. فإذا عادت التوترات الجيوسياسية الفترة المقبلة أو تصاعدت تلك التوترات الفترة المقبلة، قد يعود الطلب على الذهب كملاذ آمن. طبعا سيكون من أكثر أو من أكثر المتضررين في الاقتصادات التي تعاني الآن، وهي طبعا الاقتصادات الناشئه التي تعاني من رفع الفائده وزياده المديونيه، ومن ناحيه اخرى الاقتصاد الاوروبي الذي يعني يعاني من كما اشرت يعاني من ارتفاعات تضخم، وفي نفس الوقت تدور الاقتصاد الاوروبي بسبب تلك التوترات، وبالتالي ان حدث هناك يعني تفاقم للازمه ما بين روسيا واوكرانيا قد سبب هذا في استمرار تدور تلك الاقتصادات. وطبعا يعني الدولار الامريكي باعتباره مبدئيا عمله ملاذ امن طبعا، وباعتباره طبعا ان يعني رفع استمرار رفع الفائده الامريكيه وبوتيره سريعه وبوتيره قويه قد ايضا تدعم الدولار الامريكي مقابل اغلب العملات الرئيسيه. بملف اخير نتحدث عن العملات والعملات المشفره ايضا، كيف ترين مستقبل العملات يعني العملات والعملات المشفره؟ يعني بالطبع طبعا العملات الان لو هنتكلم عن العملات المحليه، العملات الان تعاني من يعني تراجعات قويه مقابل الدولار الامريكي. وجدنا مثلا ان اليورو يصل لمستويات التكافؤ بالرغم من عوده ارتفاعه من جديد، ولكن هو من اكثر العملات التي تضررت. ايضا الجنيه الاسترليني الذي وصل تراجعه امام الدولار الامريكي يصل لمستويات 1.18، الين الياباني الذي وصل يعني لادنى مستوياته منذ عام 1998 مقابل الدولار الامريكي، طبعا بسبب تباين السياسات النقديه الواضحه ما بين بنك اليابان الذي لا يزال يواصل سياسه الفائده السلبيه، وعلى الجانب الاخر الفدرالي الامريكي الذي يسرع وتيره التشديد النقدي. وبالتالي وجدنا ان اغلب العملات الان اتجاهها يعني تحاول جاهده التماسك امام الدولار الامريكي، ولكن يعني التوقعات التي تدعم استمرار رفع الفائده الامريكيه تضغط على اداء اغلب العملات الرئيسيه مقابل الدولار الامريكي. على الجانب الاخر وايضا بسبب مخاوف الركود الاقتصادي ومخاوف التوترات ما بين يعني التي تحدث في العالم ما بين وتوترات الجيوسياسيه ما بين روسيا واوكرانيا، تتسبب ايضا في الضغط على العملات المشفره والضغط على يعني السلع او الادوات ذات المخاطره العاليه طبعا مثل الاسهم التي تواصل التراجعات القويه، وطبعا اسواق العملات المشفره. وبرغم من محاولات يعني العملات المشفره في التعافي، مثلا البيتكوين برغم من مواصله المستويات يعني ال 24,000 من جديد، الا ان اعلان شركه تسلا في ارباحها الفصليه بالامس عن تخليها عن 75% مما تملك من تخليها عن عملة البيتكوين بسبب تلك التراجعات، تسبب في عودة الضغط من جديد على عملة البيتكوين واستقرارها عند مستويات ال 22,000. وبرغم من استقرار تلك المستويات وإعلان تسلا عن هذا الأمر، إلا أن السيناريو الهابط أو الضغوطات لا تزال تواجه تلك العملات على الأقل حتى نهاية العام، وعلى الأقل حتى تتلاشى مخاوف الركود الاقتصادي الذي أصبحت تسيطر على الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة. أشكرك جزيل الشكر سيدة أماني رشيد محللة أسواق مالية في مجموعة إكويتي عبر الهواء مباشرة من جمهورية مصر العربية على كل هذه الإجابات والإيضاحات التي قدمتها لنا ضيفة عزيزة، شكرا جزيلا لك.